الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين حبنا للحسين وعشقنا لخدمته وخدمة زواره طرفة عين أبدا. طبيعة ما يجري الآن لا زال يعطينا نفس الصورة السابقة، تراكمات في القوى العسكرية، زيادة في حالة التوتر ما بين الدول، زيادة في التحالفات العسكرية، تصاعد في نبرة التحدي والمواجهة ما بين الأطراف، تأزماً اقتصادياً في كل الاتجاهات. هذه الصورة ليست غريبة على من تابع خلال كل هذه الفترة مسار الأحداث، وأعتقد أن اللافتة في مثل هذه الأمور التي هي أكرر أنها اعتدنا عليها، لكن اللافت هنا هو تصاعد الحدة ما بين بولندا وما بين بيلاروسيا، بالإضافة إلى ما بين بيلاروسيا ولاتفيا وإستونيا ومولدافيا. في هذا المجال ربما أصبح من الواضح أن ما كان قد خطط له بوتين مع فاغنر وتصوير الأمور بأنه حركة انقلاب أو حركة خيانة أو ما إلى ذلك أصبح من الرائج في الوضع، في أدبيات الوضع السياسي، أن يشار إلى أن الذي جرى كان هو مجرد لعبة لإدخال قوات فاغنر إلى بيلاروسيا وفتح جبهة جديدة وما إلى ذلك. بمعزل عن دقة هذه التصورات، رغم أني تحدثت عنها قبل شهر ونصف أو أكثر من ذلك، لكن مع كل ذلك من الواضح جدا أن الغرب يشعر بأنه لا توجد لديه فرصة في أوكرانيا، وأن أوكرانيا تمثل حصانا خاسرا استنزفهم، ولا يوجد ثمة أمل بالاتجاه الذي يمكن أن تحسم المعركة لصالح الناتو أو لحلفاء الناتو أو ما إلى ذلك. وهذا ما يستدعي أن ننتظر أحداثا أكبر من الذي جرى حاليا، بمعنى أن هؤلاء سيكون لديهم من الواضح أن خسارة بايدن للانتخابات الأمريكية ستعني المجيء بترامب، وترامب سيعني إيقاف الدعم إلى أوكرانيا، وبالنتيجة وضع أوروبا أمام باب موصد جدا باتجاه إما المزيد من استنزافهم من قبل ترامب كما فعل في السابق، وإما أن يخضعوا لمعادلة لا أمل فيها ولا رجاء لهم فيها. حينما تصل الأمور في الدول إلى هذه المواصيل، عند ذلك لا يستطيعون أن يتراجعوا ولا يستطيعون أن يتقدموا، لن يكون هناك حل إما
يعني إلا بالاتجاه إما إلى التهدئة جهد الإمكان وتحويل الأمر إلى مجرد سجالات يومية معتادة، هذا من طرفهم. ولكن ماذا بشأن الطرف الآخر الذي يريد أرضاً ومستمر في مطالبته بالأراضي التي تجعله يتقدم، وهو في كل يوم يعطي يحصل على الذريعة تلو الذريعة بأنه يحتاج إلى ما هو أكثر من تلك الأرض التي طالب بها أصحاب الأقاليم التي انضمت إلى روسيا، طالبوا روسيا بأن تحميهم وأن تجعلهم منها وهو قبل بذلك. هل يا ترى ستضحي أوروبا بهذه المناطق؟ إذا ما ضحت، ما هو الثمن المقبل لذلك؟ وما هو الأمر الذي سيترتب على ذلك؟ كل هذه أسئلة عسيرة، من العسير جدا أن يتم الجواب فيها، اللهم إلا الاحتمال الآخر وهو أن يذهبوا إلى الحرب وحسم الأمور بكسر العظم بهذا الاتجاه أو بذلك. لكن مهما يكن، أنا أعتقد أن الفرص منعدمة جدا باتجاه السلام أو المفاوضات أو ما إلى ذلك، رغم إيماءات الأوكرانيين في الفترة الأخيرة خلال الأسبوع الذي مضى بأنهم يريدون مفاوضات، بأنهم مستعدون إلى أن يفاوضوا أو ما شابه ذلك. ولكن كل هذا يجري في الوقت الضائع وفي وقت تنعدم فيه الفرص شيئا فشيئا. اللافت أيضا هنا هو الأحداث التي جرت في شرق سوريا خلال هذا الأسبوع، وقد أشرت إلى هذه الأحداث قبل أسبوعين وقلت بأن الأحداث ستتصاعد وستتفاقم الأوضاع، ولم يكذبنا مجرمو داعش خلال هذه الفترة، وإنما سارعوا، عليكم السلام، سارعوا لإبراز مواقفهم والتي تحكي بأنهم يريدون نمطا من السيطرة على هذه المنطقة. أمريكا لا زالت كما هي. طبعا الذين يتحدثون عن أن أمريكا ضاعفت قواتها وهي في صدد احتلال مناطق جديدة وما إلى ذلك، لا يوجد شيء من هذا القبيل. كما أنه ما يسمع بأن أمريكا جاءت بلواء عسكري أو ما إلى ذلك، لم يحصل هذا، وإنما بدلت القوة التي كانت موجودة على طريقتها المعتادة بقوة إضافية. ولكن لا شك ولا ريب أنها محرجة جدا بسبب تنامي الموقف الروسي، تنامي الموقف السوري، وأيضا تنامي المخاطر على المتوقع على الأمن الصهيوني نتيجة لبقاء الخط العراقي مفتوحا. وهم منذ البداية صرحوا بأنهم لا يريدون لهذا الخط أن يبقى. واحدة من الأمور التي جعلتهم يتألبون ضد الحكومة السابقة هي أنها فتحت الطريق إلى سوريا بين العراق وسوريا، وهذا له معناه أجاد في هذه القضية، في قضية الحفاظ على الأمن الصهيوني، هسه بدفع من الصهاينة أو بدفع من مصالحهم الاستراتيجية التي تبقي الصهاينة مورد ابتزاز لكل هذه الدول ولكل هذه القوى. ما أعتقد أننا مع تصوري أن فتنة الاثني عشر سنة ربما انتهت أو كادت أن تنتهي، ولكن هذا لا يعني أن الملف السوري قد أغلق. سبق لي أن قلت بأن سوريا مهما كلما تقوت، كلما أصبح التألب عليها ومحاولة الإضرار بها أكبر من السابق. وما نشاهده الآن مع وجود الانفتاحات الدبلوماسية التي حصلت، ولكن في كل الاتجاهات رواياتنا تتحدث عن شرق سوريا تحديداً بأنها مصدر الأزمة القادمة، وهي مفتتح للأزمات الأكبر، إن من خلال حديثها عن طبيعة وجود بني العباس في هذه المنطقة، أو عن طبيعة معركة قرقيسية وما يجري في معركة قرقيسية، وكلها في هذه المنطقة. وغني عن البيان بأن هذه المنطقة تحوي النفط السوري، والذي بقي يصدر خلال هذه الفترة
من قبل الأمريكيين، والأمريكيون يمسكون بهذا النفط ولا يريدون أن يغادروا هذه المنطقة، سيما وأن اللاعبين في هذه المنطقة لا يمثلون مواضع ارتياحاً أو راحة بالنسبة للاعب الأمريكي. بنفس الطبيعة أيضاً يمكن لنا أن نلاحظ بأن لهجة المحيط الهادئ تصاعدت بشكل كبير، مناورات تلو مناورات وحديث عن إقالة شخصيات عسكرية في كوريا تمهيداً لشخصيات أكثر تشدداً وأكثر صرامة. كل هذه الأمور يجب أن ترقب بعين الروايات التي أشارت إلى كل هذه الأمور. طبعاً أفريقيا لا زالت تتحرك بنفس الاتجاه الذي أشارت إليه الروايات، بأن الحروب ستكون في كل العالم وسوف يضج العالم من كثرة نزيفه وألمه وما إلى ذلك. في هذا الصدد إذ نرى أن علامات الظهور تتحرك وآفاقها تتحرك وساحة الانتظار هي الأخرى، يرى فيها نماذج متعددة من الحركات التي تنبئ على عزم وعلى تشدد من قبل القواعد الناهضة بقضية مشروع الانتظار، بأنها تريد أن تستنقذ نفسها وتستنقذ المنطقة من براثن ألمت بها وضغطت عليها وآذتها وظلمتها. هذه البراثن سواء كانت براثن الأمريكيين أو الصهاينة أو الدول الخائنة الدول الفاسدة، سمها ما تسمها، ولكن لا شك ولا ريب أن هذه القواعد تئن من الظلم وتريد أن تتحرر من هذا الظلم. إذا كان وأنتم تعرفون أن اليوم رأينا صورة مبهجة للنفس وعزيزة على النفس، وبالنسبة لي ولأمثالي ربما كانت مخجلة، اليوم إخواننا من رأس البيشة حملوا راياتهم وسط كل معاناة طريق الطين المزعج جدا، حملوا راياتهم وهم متجهون إلى قبلة العشاق، إلى قبلة الثوار، إلى قبلة الأباط، إلى كربلاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولم يتبقى إلى مدينة البصرة إلا أيام قليلة حتى تنطلق بمواكبها التي نعرف من خلالها شدة مضاء شيعة الإمام المنتظر، شيعة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، على أداء دورهم وعلى أداء الاستحقاقات المترتبة عليهم. قطعاً هم يتعاملون مع هذه الأمور، قسم كبير منهم يتعامل مع هذه الأمور بحالة تلقائية، بحالة عفوية، ربما لا يستطيعون أن يفلسفوا هذه القضايا، ولكن من الحق أن نقول بأن هذا الذي يجري إنما هو عين ما يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه للارتقاء بقواعده، بمناصريه، بحاضنته الشعبية، الارتقاء بها لكي تتحمل كل المسؤوليات المناطة على عواتقهم في إيجاد مجتمع النصرة، هذا المجتمع الذي لا يتخاذل، لا ينكص ولا يتراجع عن تعهداته في هذا المجال. في هذا الصدد أخواني الأعزاء بدر أمامي تساؤل، هذا التساؤل: نحن نطلب الفرج، نطلب أن يظهر الإمام، لطالما دعونا، وأعتقد أنكم كلكم جربتم في يوم عاشوراء كانت الحرقة الشديدة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف كرب صدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتعجيل فرجه وبتسهيل أمره وما إلى ذلك. لكن هذا الطلب الذي يعني أننا نريد من الإمام أن ينقذنا، نريد من الإمام أن يتحرك صوبنا من أجل أن يرفع الظلم عنا، وهو أمر لا شك ولا ريب أننا دعينا إليه،
في الرسالة التي وجهها الإمام بأبي وأمي إلى الحسين ابن علي. هسه هذا الحسين ابن علي مختلف في شأنه، من هو المقصود بالحسين ابن علي؟ هل هو إلى علي بن الحسين، هل هو الصدوق الأول أي والد الشيخ الصدوق وهو أمر أستبعده جدا، أم أنه السعد آبادي وهو من أعلام تلك الفترة؟ في هذه الرسالة يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويخاطب بها من خاطبه في هذا المجال بأن الفرج لن يكون إلا على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعليه على الشيعة أن تصبر. يعطي نماذج من التوجيهات لطبيعة العلقة الاجتماعية التي يجب أن تكون ما بين شيعته مع بعضهم البعض، وطبيعة مسؤولياتهم تجاه أعدائهم وتجاه من يريد الإضرار بهم. لكن مع هذه الرسالة ثمة سؤال طرأ على فكري في هذا اليوم. نحن نتحدث عن حقنا على الإمام، ترى ما هو حق الإمام علينا؟ وهل يا ترى واحدنا أدى ما عليه من حق أو أنه لم يفعل؟ نتحدث كثيرا بالمودة إلى الإمام، بالدعاء إلى الإمام، هل أن هذا يكفي في هذا الصدد؟ هل أنه يجردنا من تبعة ثقل هذا السؤال على أنفسنا؟ أم أنه نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى الأمور بجدية تختلف عن طبيعة نظرتنا إليه في هذه الفترة؟ أنا أشرت أكثر من مرة بأننا يجب أن نغادر العقلية التي ترى بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يتلقى الأمر بسهولة وسوف يخلصنا بسهولة. الأمر ليس بهذه الطريقة أخواني الأعزاء، الأمر بشدة أن ينتفض الإمام أمام كل قوى الظلم في العالم. هو حينما تقول الرواية بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيخرج الأرض من الظلم والجور بعد أن ملئت به، علينا أن نعطي هذه الكلمات معانيها الحقيقية ونفكر بأي طريقة سيخرجها، بأي آلية سوف يتم قلب الموازين من الظلم والجور إلى القسط والعدل. غني عن البيان بأن هذه الأمور لا تتحقق بالدعاء، لا تتحقق بحالة التواكل على الإمام. إذا كانت القضية بالتواكل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأي طريقة كانت ولأي سبب كان، إذا لماذا لم يفعلها سابقا؟ إذا لم يكن يحتاج منا إلى نصرة جادة، وإن لم يكن يحتاج منا إلى حالة من حالات التوحد تحت رايته بصفاء وبرحمة وبمودة وبإخاء، تراص هؤلاء يكون تراصا جادا كالبنيان المرصوص، إن لم يكن بحاجة إلى هذه الأمور، إذا لماذا تأخر كل هذه الفترة؟ وإذا كان الأمر بحاجة إلى دعاء، هل يا ترى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحتاج منا الدعاء لنفسه؟ هو بأبي وأمي هو سر الإجابة، لكن هذه الطلبات المتكررة من أئمتنا بالدعاء له هي تأكيد الانتماء من قبلنا نحوه، هي تأكيد المسؤولية حينما نلقيها على عواتقنا تجاه إمام الزمان. نريد تعجيل الفرج، نريد أن يكشف
عن همه وعن غمه، ماذا لو كنت أنا أحد الهموم، أحد همومه؟ ماذا لو كنت أنا أحد الأمور التي بسبب تصرفاتي وبسبب سلوكي يغتم بأبي وأمي؟ لذلك أنا أعتقد أننا نحتاج إلى وقفة شجاعة مع النفس، وإلى تفكر وتدبر جاد في طبيعة المسؤولية الملقاة على عواتقنا. تارة ننظر إلى الأمر من خلال زاويتنا الشخصية، ما هي واجباتي تجاه إمام زماني، وما هو الحق المترتب على نفسي تجاه إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في البعد الشخصي، في البعد الذاتي. يمكن أن تنطلق من الدعاء إلى الزيارة إلى الصدقة إلى مضاعفة الحب والعشق والحالة الوجدانية تجاهه، يمكن أن تتحدث بكل هذه الطريقة، ولكن ماذا بشأن العامل الثاني، العامل الذي يتعلق بالجانب الموضوعي لحركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الجانب الذي يريد أن يتغير العالم من الظلم والجور إلى القسط والعدل. ما هي خياراتنا في هذا المجال؟ والأحداث تتسارع، وفي كل يوم ثمة إضافة، ثمة جديد، ومع كل هذه الأحداث نحن قد وضعنا على كف عفريت لا نعرف أي حدث يمكن له أن يفجر الأوضاع أكثر مما هي متفجرة، ويسير بالأحداث إلى النقاط التي لا رجعة من بعدها، ويسير بالتالي بالأحداث إلى أن نكون قريبين من موعد فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. انظروا، نحن نتحدث عن 313، ونتحدث عن جيش الحلقة وما إلى ذلك. ماذا لو أن كل هذه الأمور كانت متواثرة ولكن وضع الظلم لا زال قويا؟ ماذا لو كنت أنا أحد العوامل، أنت أحد العوامل، على أن مجتمعنا لم يرتقي إلى مستوى المسؤولية المناطة على عاتقه نتيجة لإهمال، لتواكل، لتماهل، لترهل، لغفلة، للا أبالي، كل هذه العوامل التي تأذى منها أئمتنا سابقا، وأردنا من علي صلوات الله وسلامه عليه آهات ثم آهات، أردنا من الإمام الحسن حسرات، وأردنا من الإمام الحسين مقتلا مفجعا بالطريقة التي حصلت في كربلاء، لأن الواقع الذي كان ينبغي على المؤمن أن يؤدي دوره فيه كان هذا المؤمن في الكثير من الأحيان في سبات، في غفلة، في حالة من حالات عدم الرصد الدقيق إلى مسؤولياته، وبالنتيجة حينما يأتي موج الظلم لن ينتظر أحدا ليستأذنه، لن ينتظر أولئك الغافلين ليخرجوا من غفلتهم. للأسف ما أردناه علامات الظهور وفهمنا لعلامات الظهور أنها تحدثت عن آلام، والآلام كما تعرفون هي جهاز الإنذار لطبيعة ما يجب علينا أن نتصدى له. أنت الآن من تصاب بألم في الرأس، هذا الألم هو عمل جهاز المناعة، حينما يتحرك يريد منك أن تعينه على أمس بدواء أو بعلاج، بجراحة أو ما إلى ذلك، لكن بالنتيجة يحتاج إلى حراك. هذه الآلام التي أشير إليها في رواياتنا، الفتن التي أشير إليها في رواياتنا، الزلزلة، التمحيص، الغربلة، كلها نتيجة لعوامل مؤذية. أنت حينما تمحص، تمحص من قبل من؟ من قبل جو ظالم، من قبل جو لا يريد لك الخير، من قبل جو لا يريد لإمامك الخير، ولا يريد لإمامك أن يجد
فرصته لكي يتحرك بهذا الاتجاه. كان الظلم دوما منذ أن رأينا هذه الأمة، منذ أن عرفنا مسيرة هذه الأمة، كان الظلم دوما يرى في أئمة الهدى النقيض الكامل لهم. ولذلك حينما تخلص منهم عليكم السلام، حينما تخلص منهم بطريقة السم أو القتل أو الغدر أو ما إلى ذلك، إنما لأنه رأى فيهم العدو المناقض لهم. الآن من الذي يرى في الإمام المنتظر بأبي وأمي أنه هو الضد النوعي لوجوده؟ معركة وجود. حينما يقرأ اليهود أن موعدهم الذي سيقضي عليهم إنما يكون على يد هذا الرجل، حينما تتحدث أنت وأنا أتحدث عن المنقذ الذي سيأتي، حينما يتحدث المسيحي عن المنقذ الذي سيأتي، حينما تتحدث الأديان عن منقذ سيأتي، هل ستجد أن الظالمين سيقفون ويتفرجون على الأمر من أجل أن يفسح المجال لهذا المنقذ ويقولون له منقذ من من؟ من نفس هؤلاء الظالمين. إذن علينا أن نعيد التعريف، من هو العدو، من هو النقيض، من هو الضد النوعي لحركة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وبالنتيجة إن ما عرفنا هذا العدو وشخصنا طبيعة هذا العدو، يتوجب علينا أن نعرف ما هي خططه لكي يبقى في إطار عداوته، ولكي يبقى يحول بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عودا إلى الروايات وإلى ما حدثتنا عما سيجري في المستقبل، لماذا أشارت إلى أن السفياني سيأتي متنصرا وسيأتي وفي عنقه صليب؟ قد قلنا بأن هذا البغيض، هذا الفاسق سيأتي وهو على تحالف مع الروم، تحالف مع الغرب بمصطلحات اليوم. لماذا يأتي متحالفا مع الغرب؟ ما هي مصلحة الغرب في أن يتحالف؟ لأنه يعتقد بأن إنقاذ هذه المنطقة إنما هو ضربة في الصميم باتجاه نفوذهم وغطرستهم وما إلى ذلك. الآن شوي تصور الأمر، حينما نتحدث عن جبروت الأمريكيين، حينما نتحدث عن ظلم الفرنسيين البريطانيين ما إلى ذلك، ترى في اعتمادهم على هذا الجبروت بأي من على أي أسس أقاموا؟ ما هي مقومات هذه؟ هل أن هذه الأسس هي من الصعوبة بمكان أن تنقض، بحيث يمكن لنا أن نتصور أن دورنا لا قيمة له، وأن مقدرتنا لا يمكن لها أن تتصدى بهذا المجال؟ اليوم الأمريكيين غالبية غطرستهم مرتبطة بدولارهم، مرتبطة بقوتهم الاقتصادية. ما هي هذه القوة؟ هي عبارة عن ورقة يطبعونها لا يمكن لها أن تتجاوز قيمتها عن بضع سنتات. ماذا لو أن العالم اتجه لإيجاد عملة مطمئنة ومضمونة ويمكن لها أن تبز هؤلاء؟ ستجد أن هؤلاء يمكن لهم أن يتهاووا لو أن العالم المستضعف انتبه إلى مثل هذه المعادلات. اليوم تطرح مجموعة بريكس بأنها يمكن أن توجد عملة موحدة لها بعيداً عن الدولار وبعيداً عن طبيعة الغش الذي أعلن منذ أن أعلن نيكسون قراره في مجال أن أمريكا هي الضامنة، وسمعتها، قوتها، طبيعة الأدوات التي بيدها يجعلها لا تحتاج إلى أن تغطي عملتها بالدولار، كلمتها هي ضمانها. لكن الآن وجدنا أن العالم يتألم، كل العقوبات التي تصدر بهذا الاتجاه تعبر عن غطرسة الدولار وأصحاب الدولار وما إلى ذلك. ماذا لو أن
هذا العالم بدأ ينتفض. الآن الصورة اللي موجودة أفريقيا بدأت تتحرك، 6 إلى 7 دول بدأت تعطي معادلة جديدة، وبدأوا يتحدثون بأنهم لا يرغبون في أن تتجه الأمور باتجاه إعادة السيطرة لمثل هؤلاء. طبعاً حديث هؤلاء ليس من السهل عليهم، سيدفعون أثماناً باهظة، سوف تشن عليهم الحروب، سوف تشعل الحروب الداخلية في أوضاعهم. ولكن لو أنك نظرت بعين الدقة بأن هذه الأمم لو تحالفت، لو توحدت، عند ذلك ستجد أن هذا الغول الكبير ليس هو البعبع النهائي في هذا العالم، ولا يمكن له أن يتخلص، ولا يمكن لنا أن نتخلص منه. وبالنتيجة لا يمكن لي أن أزهد بدوري تارة كمتكلم أو ككاتب أو كباحث أو كمناظر لأصدقائي أو ما إلى ذلك، لا يمكن لي أن أزهد بهذا الدور، لأن الواحد يمكن أن يصنع 2، والاثنين يمكن أن يصنعون 4، والأمم إنما تتشكل نتيجة لواحد يتحرك ويحرك الآخرين وراءه. متى سيحصل ذلك؟ ومتى يمكننا أن نجد مثل هذا الضوء؟ نحن حدثنا عن شخصيات قيادية مستقبلية، وعلينا أن نتساءل كيف تحول هؤلاء إلى قادة، وكيف استطاعوا أن يشقوا طريقهم بالاتجاه الذي يتمكنون فيه في أن يتحولوا إلى قوة عظمى. وعلينا في نفس الوقت أيضا أن نتساءل لماذا وصف الوضع في العراق بأنه يبقى بلا موجه، يبقى بلا قائد، ويبقى الناس يعيشون حالة من ضاع رأسه من بين يديه ولا يعرف ماذا يفعل، يتقدم، يتأخر، يتلبث، أو يهاجم، أو يبادر، أو ما إلى كل هذه الأفعال، بقيت في حالة من حالات الغموض. وعلينا هنا أن نلتفت إلى ما يمكن لنا أن نصنعه في إيجاد منقذ لنا من كل هذه الهوات التي أشير إليها في رواياتنا. معذرة. لو نظرنا إلى مثال السفياني لعنة الله عليه، ووجدنا صورتين: صورة الرجل الذي يهجم، يقتحم المناطق، يقتل، يظلم، يفسق، وصورة الرجل الذي يهرب لمجرد أن قوة أخرى جاءته ووقفت أمامه. ماذا يمكن لنا أن نراقب من خلال هاتين الصورتين؟ ماذا يتوجب علينا حينما نعلم أن هذا الرجل بعد أن يعمل عملته في مدينة النجف أو في الكوفة، حينما يرى أن يمانيا قد أقبل أو أن خراسانيا قد أقبل، يهرب من هذه المدينة، ثم تبتدئ عملية تصفية وجوده بشكل سريع جدا. من الذي سيفعل ذلك؟ تدرون أنتم هذا كله قبل ظهور الإمام بأبي وأمي، قبل ظهور الإمام بأشهر قليلة. ولو قدر أن هذه الحركة سوف تجعل الظهور من بعدها بفترة قليلة، أو تساعد على هذا الظهور بفترة قليلة من بعد هذه الأحداث، نعرف أن الدور الذي سيلعبه هؤلاء سيكون من الأهمية بمكان، بحيث أن الظهور يأتي مباشرة بعد التوفيق الذي سيحصل عليه هؤلاء. ونحن معنيون إذن في أن نكون من جملة الساعين إلى إيجاد هذا النمط من أنماط نمو القدرة، نمو القوة عند المجتمع المنتظر، وعدم إتاحة المجال لحالة الفرقة، لحالة التشتت، لحالة الضياع الذي يجعل هؤلاء قوة لديها ركامها الكبير، لديها كميتها الكبيرة، ولكنهم ضائعون، لا يعرفون ماذا يفعلون، ولا يعرفون يتقدمون أو يتأخرون،
يتلبثون أو يبادرون، يحزمون أمرهم بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه نتيجة لعدم وجود قائد لهم ولعدم وجود المجموعة التي تأخذ على عاتقها أن تجعل مسيرة هؤلاء باتجاه الإنقاذ أكثر سهولة وأكثر يسرا. وبالنتيجة لو أننا تخلفنا عن إيجاد ذلك، عند ذلك ما الذي سيحصل؟ سنعود إلى سؤالنا، ما هو حق إمامنا علينا؟ وقد رأينا أنه في العامل الموضوعي حقه علينا أن نوجد الجماعة التي يمكن لها أن تكون سبباً في ممانعة المضادين له، في كشف أعدائه، في الواقفين بحزم ضد الضد النوعي له، وبالنتيجة نعرف أي مسؤولية في أن نعيش حالة التراص، حالة التراحم، حالة التخادم المتبادل بين المؤمنين. اليوم ليش العدو يجهد نفسه من أجل أن يشيع الفرقة بين الناس؟ لماذا ما بين مدة وأخرى علينا أن نتوقع هجمة إعلامية لموضوع محدد يراد به أن ينقسم الناس مع بعضهم ويعيشون حالة الصراع؟ ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في إجذوبة أن المسؤول الفلاني، أن الحكومة الفلانية تنازلت عن أرض العراق وأعطته إلى الكويت، والكويت الآن جاءت وأخذت أراضي العراق وما إلى ذلك. هذه الأكذوبة التي شنتها منصات كثيرة، قنوات كثيرة، محللين، باحثين، اللي يدري اللي ما يدري، اللي عنده خبرة اللي ما عنده خبرة، اللي عنده خبر حقيقي اللي ما، الكل اشتركوا والكل يدلي بدلوه، بحيث أن الناس فيما في واقعها تجد أنها مجبرة على أن تحدد موقفا، وبالنتيجة تتصارع فيما بينها، تكثر البغضاء بينها، واحدهم يخون الآخر على قصة لا حقيقة لها ولا وجود لها إطلاقا. لماذا يفعلون ذلك؟ سبق لهم أن تحدثوا كثيرا إلى حد أن قيل بأن سماحة المرجع الأعلى المفدى، أنتم تدرون أنه كثيرا ما قالوا أنه ميت وأن هذا الموجود هو تمثال، إلى أن قالوا أخيرا أن هناك صناعة متقنة جدا في لندن في بريطانيا لصناعة الوجوه، ويمكن للإنسان أن يلبس أي وجه يريده ويظهر أمام الآخرين بطريقة وكأنه هو فلان اللي لبس وجهه. وبالنتيجة الإيحاء إلى أن السيد السيستاني لما راح عالج هناك مات، وبالنتيجة جابه واحد آخر ولبسه وجهه. من هذه القصص لماذا يبثونها وهم يعرفون أنهم كاذبون، يعرفون بأن الناس سوف تكتشف أكاذيبهم. مثل هذه القضايا، مئات القضايا اللي مرت علينا خلال هذه الفترة، والتساؤل لماذا يفعلون؟ لأن مطلبهم الأساسي أن يعيش الناس في صراع، أن يعيش الناس في حالة الملل، أن يعيش الناس في حالة اليأس، أن لا يصدقوا أي شيء، وبالنتيجة يمنعونهم عن رؤية بوصلتهم الحقيقية. هنا ما هي مسؤولية المنتظرين؟ ما هي مسؤولية الذي يشعر بأن إمام زمانه له حق عليه وعليه أن يؤدي هذا الحق؟ ما هي مسؤوليتنا في هذا المجال؟ من نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام انطلقت مسيرة الأربعين لتعيدنا إلى ذاكرة في غاية الأهمية، أن مسيرة الأربعين فيها مجتمع يختلف عن أي مجتمع آخر، مجتمع متراحم متحاب، يعمل باتجاه واحد، يمارس مسؤوليته بطريقة تلقائية، لا يوجد من يحثه على أداء هذه المسؤولية، وإنما عشقه هو الذي يحركه.
محبته هي التي تحركه. لماذا هذا الإنسان الذي بطبيعته غضوبا عصبيا منفعلا لماذا تجده في مسيرة الأربعين يتحول إلى عالم آخر، يتحول إلى إنسان خافض لجناحه من أجل أن يمر الناس على هذا الجناح، من أجل أن يمر الزائر على هذا الجناح؟ هذه مدرسة لأئمتنا، هذه صناعة أئمتنا، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة أننا كنا من الذين انتموا إلى هذه المدرسة وراحوا يتعلمون منها في كل يوم شيئاً يشد على أزرهم ويشد في لحمتهم ويجعلهم يرون الأمور بطريقة تختلف عما يريده العدو لهم. خلال هذه الأيام أخواني الأعزاء رأينا ظاهرة في بعض البيوتات التي لم يكن مألوفاً منها أن تمارس قصة الشعائر الحسينية. فلانة تقيم مأدبة باسم الحسين وهي بصورة مختلفة عن الحسينيين تماما. عدد من المخنثين يؤتى بهم في كل سنة ليزجوا في مسيرة الأربعين ويظهرونهم بأن هؤلاء هم زوار الأربعين بمكياجهم وبملابسهم وبطبيعة حالة التخنث الذي هم عليها. في هذه السنة عدد من سيئات السمعة أقاموا مجالس للحسين وصوروا مجالسهم وأطلقوها في الفضاء الافتراضي في الفضاء المجازي. في هذه السنة كان أكثر من مجلس عزاء باسم الحسين مشغولين بشعار إيران برا برا، أثناء اللطم إيران برا برا، أثناء الحديث إيران برا برا، مع أن هؤلاء لم يكن لهم سابقة في هذه القضايا. لماذا يفعلون ذلك؟ من الواضح جدا أن هناك أيادي تحاول أن تقلل من شأن قيمة هذه المظاهر، تشوه سمعتها، بعد أن رأينا أن هذه المظاهر بدأت تغزو العالم. قطعا مثل هذه المظاهر الشاذة لا يمكن أن تفوت في عضد الحسينيين، ولا يمكن لها ولا لغيرها ولا لعشرات بل ولا لمئات من هذه المظاهر أن تشوه هذه القضية. ولكن هناك وسواس خناس يمارس دوره دوما للإطاحة بكل جهد يمكن أن يقوي المؤمنين، وهذا الأمر علينا أن ننتبه إليه. ما نتعامل وياه والله شنو قيمة أنه فلانة سوت لها مجلس أو ما إلى ذلك، وطلعت متمكجة وتتحدث عن الحسين وما إلى ذلك، أو طلعت وهي معروفة عنها بصورة أخرى ولابسة حجاب مغطية وضعها يا بشنو باسم الحسين، وهي اللي إلها المظهر الفلاني وإلها الموقف الفلاني وما إلى ذلك. هنا علينا أن نكون حساسين. التغاضي عن هذه القضية أو التماهل في الموقف منها يؤدي بالنتيجة إلى أن والعياذ بالله يمكن أن يشذ عن القاعدة 1 2 10 15، وبالنتيجة نساعد في إيجاد الأجواء التي لا يحبها الإمام، بل هي طعنة في قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. غيرتنا التي نتحدث عنها دوما تجاه إمام زماننا لا يمكن لها أن تبقى في إطار الفور العاطفي، لا يمكن لها أن تبقى في إطار الانفعال الوجداني، يجب علينا أن نخرجها على شكل أفعال. وهنا أنا أعود لنصيحة قديمة، أيها المؤمنون في محافظاتنا في كل منتدياتنا في كل ملتقياتنا، أعرف ك
كما تعرفون أنتم أن مشكلتنا في العراق هي انعدام القيادة. لا تنتظرون أن يأتيكم إنسان من خارج هذا البلد، لا تنتظرون أن يهدي الله بعض القيادات في أن تتحول إلى المسؤولية القيادية وتمسك بزمام الأمور بالطريقة التي يرضاها إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. بمقدار ما تتمكنون تحولوا أنتم إلى قادة، تحولوا أنتم ليكن واحدكم لديه الثقة بنفسه في أنه يستطيع أن يقدم الخير إلى الناس، يستطيع أن يقدم الهدى إلى الناس. جربتم في مناسبة الغدير بأن ورأينا في المحرم أطفالاً يمارسون دور إحياء الشعائر من دون أن يكلفهم أحد. هؤلاء نصبوا أنفسهم قادة لأمثالهم. إذن لماذا لا يتجه الشباب إلى هذه الطريقة؟ لماذا لا يتجه الكبار؟ إلى متى يبقون ينتظرون ماذا سيقول فلان وماذا سيقول فلان؟ إخواني أخذوها من رواياتكم بأن الحلول لن تأتي من قبل أي نظام حاكم، وإنما ستأتي من قبل الفئة المؤمنة التي تمسك بزمام الأمور بناء على رغبتها في نصرة إمام زمانها. حينما يقال بأنه حتى لا يبقى أهل بيت يقولون أننا لو حكمنا لعدلنا، هذه المعادلة اليوم ندخل انتخابات، باكر ندخل انتخابات، باكر تجينا حكومة جديدة، تروح حكومة أخرى، ما إلى كل هذا الكلام، في كلام ما إلى قيمة كبيرة على طبيعة المسؤولية التي يجب أن نتحلى بها لنمسك زمام الأمور بالطريقة التي تؤدي إلى أن يتحد أهل الإيمان، تؤدي إلى أن ينظر الناس ببوصلة حقيقية إلى إمام زمانهم. علامات الظهور اللي إحنا نتحدث عنها دائماً واللي ربما نختلف بها مع الآخرين، يا أخوان علامات الظهور هي بوصلة، هي بوصلة تريد أن تقول لنا بأن طريقكم يتجه بهذا الاتجاه، حتى لا تضيق بنا السبل، حتى لا تضيع بنا الطريق، جاءت علامات الظهور التي تقدم لنا هذا الأمر. لكن حينما أراقب الأمر من خلال الزاوية التي يريدها إمام الزمان أن أنظر إليها، بعد ذلك هنا مو مهم تصير عندي علامات ظهور أكو لو ماكو، المهم أن أرضي إمام زماني بأي شكل من الأشكال، وأن أقوم بدوري في مجالي الذاتي وفي المجال الاجتماعي. المجال الاجتماعي اليوم معركتنا مع اتجاهات كثيرة، هذا الذي قلناه لإمام الحسين: عدو لمن عاداكم، علي أن أعود وأصنف الواقع الذي أمامي، أين هي مواضع الأعداء؟ لماذا لا نبحث عن هؤلاء الأعداء؟ لماذا نقول كلمتنا ولا ندرك ما الذي سيترتب علينا؟ إني بريء مما تبرأتم منه. وين مواضع البراءة هذه؟ هل يا ترى تم تقييمها؟ هل تم رصدها؟ أم أنها كانت موجودة في زمن الأمويين وفي زمن العباسيين وانتهى الأمر؟ الروايات وإن تحدثت عن فلان بأن إمامكم فلان أو أن رأسكم فلان أو ما، هذه كلها كنايات، لا عثمان إلى وجود ولا غير عثمان إلى وجود، هذه كلها كنايات عن طبيعة العدو الذي سيكون في ذلك الزمن. وعلي هنا أن أشخص من هو هذا العدو، أين مواضعه، ما هي أعماله، ما هي برامجه، ما الذي يريده مني، كيف تغلغل في وسطي، ما هي قدراته، ما هي مكامن ضعفه، هذه كلها من مسؤولياتنا. ما ننتظر أحد من الخارج يجينا حتى يقول لنا هاي المسؤوليات. أنا أعتقد أن عراقنا الحبيب كما بقية بلداننا والله ولادة إلى كل القيادات المطلوبة في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن علينا أن نمر وللأسف الشديد بمرانات وباختبارات من أجل أن لا يبقى المجال للحجة الربانية في أن تكون، عفوا، من أجل
أن تتكامل الحجة علينا ونكون أمام مسؤولياتنا مباشرة. السفياني وإن كان بغيضا لكن يا أخوان هو آخر مشروع لكي نراه ونثبت لأنفسنا بأننا أبرياء من أعداء آل محمد. فاسق سيفجر كثيرا، ولكن هذا الفاسق الذي سيفجر كثيرا هو فرصة لنا لكي نختبر به أوضاعنا، مو أوضاعنا الشخصية. أوضاعنا الشخصية يمكن كل واحد بينا يأخذ بقول الإمام الصادق عليه السلام: فليغيبن الرجال وجوههم عن فليغيبن الرجال وجوههم فإن شر ولا بأس على النساء فإن شرهه في الرجال. إذا كان كل واحد يقدر يبتعد، من عبر الفرات فهو آمن، يقدر يأمن من الناحية الشخصية، ولكن من حيث المسؤولية الموضوعية، من حيث واجبنا تجاه إمامنا، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ما راح يجي للأشخاص واحد واحد، يريد يغير العالم، وأنتم مدعوون للمشاركة في عملية تغيير العالم. وتغيير العالم ما تتم ببساطة، ما تتم بسذاجة، وإنما أمامنا مسار عبر عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه: حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. هذا العرق والعلق هل انتهت أيامه، أم أننا مقبلين على أيام كثر فيها مثل هذا العرق والعلق؟ أنا أعتقد أن من وطن نفسه على أن يحادي ما يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه منه على المستويين، المستوى الشخصي والمستوى الموضوعي، مستوى الحركة في داخل الأمة، الحركة في داخل الجماعة الصالحة، الحركة في داخل المجتمع الصالح، إيجاد هذه الجماعة، إيجاد المجتمع، هذه الأمور لو أن الإنسان حاذى بها رغبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لن يهمه أن تأتي الأمور من هذا الاتجاه أو من ذاك الاتجاه. نحن على موعد مع علي الأكبر حينما قال: إذا لا نبالي صلوات الله وسلامه عليه، أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت؟ نحن على موعد مع حبيب ابن مظاهر حينما قال: والله ما هي إلا سويعات حتى يميل القوم علينا بسيوفهم أو نميل عليهم بسيوفنا فنعانق الحور العين. حور العين بالنسبة لنا هو إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. جمال الذي نطلبه، الفرج الذي نطلبه، أن يكون الإمام راض عنا، مو شغلتنا أن الإمام يظهر أو لا يظهر، مو مسؤوليتنا هذه، لكن مسؤوليتنا الأولى والأساسية والمهمة، بل هي أهم المسؤوليات، أن يكون الإمام راض عنا وأننا نعمل بمقتضى ما يريده منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. لذلك أنا أعتذر لاختصار الحديث باعتبار أن وقت الصلاة قد قرب، وأتمنى على أخواني الأعزاء أن يبكروا بالحضور، لأن التأخير دوما لا أدري كلما وضعنا موعدا يتأخر الأخوة على هذا الموعد. لكن على أي حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ما فيه قربة لإمامنا، برا بإمامنا، فرجا وفرحة في قلب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صل على